ماذا سنجني يوم عين. إلى مسلمة متبرجة هداها الله. نظم الشاعر الأديب أحمد بن محمد بن مسرع القرني وفقه الله تعالى. ماذا سنجني يوم أن تتغنجي وتحارب المولى بقبح تبرجي؟ أو ما قرأت النور إن ضياءها يهدي النساء من الظلام المحرجي؟ وقرأت في الأحزاب نهجا منجيا من لج بحر بالهوى متموجي؟ أو ما علمت نهج ربات التقى كنساء أوس أو نساء الخزرج؟ فتبعت سيرتهن دون تقاعس وجعلت ديدنهن مثل المخرج؟ أم قد رضيت نهج كل معربد وتبعت دين مبدل متفرنج؟ فغدوت للمحتال خطته التي تقصي بكل اللؤم أعظم منهج؟ قالوا ملكت من الجمال ملاحة وحويت صوتا ناعما رخوا شجي. فاستعرضي جسدا وبيعي مبدأ وتجاوزي حدا بفكر أعوجي. وخذي بتقنية السناب وسيلة وتتبعي في الزيغ كل مبرمج. وصلي به كل الرجال بلا عنا فلقد تولى عصر ستر الهوى. كم قد أبادوا بعد هدمك أمة حتى غدوت بذاك أسوأ منهجي. إني أعاين فيك كل رذيلة وأراك للآثام شر مروجي. في كل مقهى تعرضين بضاعة وبها فتنت الكل حتى القهوجي. وبكل سوق تخرجين كمارد تمشين مشية فتنة لتؤجي. إن لم يكن لك من حيائك رادعا أين الولي ومثله يا كمرجي؟ كيف ارتضى حالا وأعرض غفلة حتى بدا في طبعه كالسذج؟ عذرا بني ديني فإني مسلم أشكو من الحال البئيس المزعج. فإذا الفتاة تعيش دون صيانة وتسير خلف رويبض ومهرج، وكأنها في زعمهم مقهورة وكأن مولاها غليظ بلطجي. باسم التحرر صادروا أخلاقها في ظل فكر زائغ وممنهجي. باسم التحرر صادروا أخلاقها في ظل فكر زائغ وممنهجي. فهناك أخشى أننا لعقوبة ونعيش بين تضجر وتشنج، ونباد من طرفي نقيض جائر متهتك فحشا وباغ ثورجي. قصص من التاريخ تروي مثل ذا والبعض لم يدرك ولم يستنتج. قصص من التاريخ تروي مثل ذا والبعض لم يدرك ولم يستنتج. تروي بأن الدار هد مسورها بعد اندثار عفاف أخت مبهج. يا رب صن بالدين كل نسائنا واقطع سبيل المفسدين الهمج. أنت المجيب إلهنا والملتجى، ما خاب يوما سائل لك ملتجي. أنت المجيب إلهنا والملتجى، ما خاب يوما سائل لك ملتجي. أنت المجيب إلهنا والملتجى، ما خاب يوما سائل لك ملتجي.